السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. سمعت قبل كده عن سحر اسمه تشويه الجمال؟ في أخت من الجزائر بتقول لي قصة غريبة جدا. بتقول لي وأنا في الكلية وكان عمري تقريبا 19 سنة، كنت قاعدة في مدرجات الكلية، فجت فتاة وادتني مراية، والمراية ديت من المرايات الصيني القديمة، وقالت لي بص في المراية دي كده. فمجرد ما بصيت في المراية لقيت شكلي فيها غريب، ثم بعد ذلك بحاول إن أنا أنظر لشكلي، ففضلت أبص في المراية وأنا فكري متاخد مني لمدة دقايق، ثم بعد ذلك جت صاحبتي ديت نتشت مني المراية ومشيت. بعد كده ابتدت الأمراض تنتشر عندي، والأتعاب تزيد جدا في جسمي، ومش قادر إن أنا أتخلص من كل هذه الأمراض. كل ذلك اكتشفت في الآخر إن أنا مصابة بسحر اسمه سحر تشويه الجمال. سحر تشويه الجمال دي حاجة معترف بيها، وده إحنا هنتكلم عنه. فكل شخص بيعاني من هذا السحر، كل ما عليك انك انت هتحضر كوبايه ميه زي ديت، وهتختفي جميع التشوهات اللي موجوده في جسمك باذن الله جل وعلا، ويظهر جسمك بابيض ما يكون، وكل التصبغات وكل الاشياء المؤلمه اللي انت كنت بتعاني منها هتختفي، وحتى السمنه المفرطه اللي ملهاش سبب ايضا هتختفي، كل ده بكوبايه ميه. فركز معايا واديني تركيزك وانتباهك يا اخي الكريم، لان الموضوع ده يعد من اهم المواضيع. المهم ان انا عايز احكي لك على شيء غريب جدا. الاخت الجزائريه ديت بتقول في يوم من الايام لما وصل عمري 40 سنه، لان هي كبرت، بتقول وقفت قدام المرايه، فببص في المرايه كده لقيت امراه عجوز شمطاء شكلها غريب. ده عكسي انا في المرايه، يعني عكس الصوره اللي انا ببص فيها في المرايه. اترعبت وخفت، جريت ابص في مرايه ثانيه، لقيت نفس الصورة بالظبط، ما تختلفش شيء. فسبحان الله، كل ما يجي يتقدم لي حد ما يتمش موضوع الارتباط، إلا إن في واحد صديق للعيلة وقريب جدا من العيلة اتقدم لي الشخص ده، وقعدت معاه وشافني، ثم بعد ذلك ما رجعش مرة تانية. فحاولت أعرف إيه الأسباب اللي بتخلي الناس تنفر مني، والناس ما تجتمعش بيا وما تكونش متقبلاني نهائيا. فاتصلت بهذا الشخص وقلت له هو انت رفضتني ليه؟ قال انا شفتك امرأة عجوز، وشفتك بصورة مش كويسة جدا قدامي، وده دليل على ان هناك سحر يقال له سحر تشويه الجمال. الشخص كذلك مسحور، والشيطان ليه عليه سلطان، لانه لو ما هو مش مسحور ما كانش شافها بالصورة ديت. فسبحان الله، كل ما شخص الشيطان بيسيطر عليه او ليه سبيل عليه، بيقدر الشيطان ان هو يوريه بعض الاشياء اللي هو عايزها، او بعض الاشياء اللي هو بيعكس الصورة الحقيقية لها. لان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان الشياطين تشتلي ابناء ادم لرأوا عالم الملكوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل اليه انه يأتي الشيء ولا يأتي، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا احنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان يقدر ان هو يشوه جمال اي شخص. بعض الناس تبص تلاقي ان وشه منور جدا، وفجأة تبص لك واحدة كده في وشك، تبص تلاقي ان وشك امتلى حبوب وحب شباب، ومش قادر انك انت تتخلصي من هذه الحبوب، وتستخدمي اي دواء ومفيش اي نتيجة نهائيا لحب الشباب. والبعض الاخر بيظهر ليه سفعة، وهي حتة كده طويلة من الجلد في منطقة الظهر، فيها يعني سبحان الله، يعني تحس ان الجلد كده مكعب مش ناشف، لو انت هرشته تحس ان هو يعني سبحان الله ميت هذا الجلد. هذا يقال لها سفعة من سفعات الشياطين. وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، تقدر انك انت تبحث عنه من باب بس التشويق، لان انا نسيت هذا الحديث صراحة، يعني مش حاضرني الان. لكن انا عايز اقول لك على شيء، عشان تتخلص من سحر تشويه الجمال، فكل ما عليك يا اخي الكريم انك انت هتستخدم الطريقة اللي انا هقولها لك ديت. هتبص لان كل الامور اللي في حياتك وكل الصدود من الأشخاص المحيطين بك تغيرت تماما، وأصبح لك قبول في المكان اللي انت عايش فيه، وأصبح لك قبول في المجتمع اللي انت بتعيش فيه، وكل الأضرار والمشاكل اللي بتعاني منها هتذهب بإذن الله جل وعلا عنك. فكل ما عليك انك انت تركز معايا، فالطريقة سهلة جدا من أسهل ما يكون. أول حاجة التوبة، لأن التوبة سبحان الله ربنا بيقول في كتابه الكريم إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فعمر حياتك ما هتتغير، وعمر حياتك ما هتستقر إلا إذا تبت ورجعت إلى الله جل وعلا. لأن بالتوبة تتبدل السيئات بتاعتك حسنات، وربنا سبحانه وتعالى ينقذك من إحبال الشياطين، وينقذك من ضر الشياطين،
وتكون في معية الله جل وعلا وفي حصنه. ومن كان في معية الله جل وعلا وفي حصنه فلا يهمه شيء، فهو بجوار الله جل وعلا، فالله عز وجل هو حافظه، والله عز وجل هو مسيره. ولذلك يا أخي الكريم لازم التوبة. الأمر الثاني الصلوات، لأن الإنسان اللي بيحافظ على الصلوات المفروضة هو من المؤمنين، والله عز وجل يقول في كتاب الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما عشان نتخلص من هذا السحر الخبيث اللي احنا أصبنا به، فأول شيء لازم إن أنا أغسل عيني بماء مقر عليه. أنا لما هغسل عيني بالماء المقر عليه حتى تتضح لي صورة الشيطان صورة جالية، بمعنى إن أنا أعرف إيه الأضرار اللي موجودة في جسمي، وإن أنا لما أنظر لأي شيء ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الشيء لو كان سحر. لأنه ربما أنك أنت تمسك أي ورقة تقرأ فيها وفيها طلاسم وأنت تسحر بدون ما تعرف، ممكن أي حد يديك أي شيء فتنظر لي وتتسحر أيضا بدون ما تعرف. فكل ما عليك أنك أنت هتقرأ آيات السحر، في منها قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وتنفس في الماء تقول بسم الله، ولو قررتها ثلاث مرات أفضل. وقوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وتنفس في الماء تقرأ بعد ذلك قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون. وتكرر الآية قدر ما تستطيع، ثم بعد ذلك تقرأ قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وتنفس في الماء، ثم بعد ذلك هتقرأ المعوذتين والإخلاص والنس، ثم بعد ذلك يا أخي الكريم هتمسك هذا المية تمام، ويكون عندك إناء كبير، بس أنا عايز القراءة ديت وانت متوضي وتكون قاعد في غرفة لوحدك كده بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع، وتسبح ربنا سبحانه وتعالى قدر ما تستطيع، وتقول لا إله إلا الله قدر ما تستطيع، والله أكبر والحمد لله قدر ما تستطيع. ثم بعد ذلك هتيجي في المكان اللي فيه تشوه في الجمال وهتقول إيه بقى، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تكتب بالقلم كده، ثم تكتب أيضا في المكان اللي فيه تشوه الآية اللي أنا هخبرك بها وقالوا إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هتكتب الآيات دي في المكان اللي فيها تشوه، ثم بعد ذلك هتختفي من عندك جميع الأعراض اللي انت بتعاني منها وهتختفي من عندك نهائيا. ثم بعد ذلك هتجيب إزازة مسك زي اللي انت شايفها دي قدامك بالظبط وهتدهن بيها المكان اللي انت كتبت عليه الآيات، وبعد ما تدهن بها المكان اللي انت كتبت عليه الآيات هتقرأ سورة الدخان والجافية والأحقاف، الثلاث سور دولت. ثم بعد ذلك هتدهن جسمك بهذا المسك وتمسك المية ديت بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة، تشرب من هذه المية
ثم بعد ذلك تاخد من الميه ديت وتدهن المكان اللي انت دهنته بالمسك وكتبت عليه الايات القرانيه، هتبص تلاقي ان في سخونيه فظيعه جدا والام، وابتدى المكان ده ينبض. ما تخافش، ده دليل على استحضار الجن ووجود الشيطان اللي اصابك بالعين او اللي سبب لك هذا الابتلاء باذن الله جل وعلا. فهتكرر هذا البرنامج لمده 3 ايام، هتختفي من عندك جميع الاعراض دي نهائيا للابد. هذا افضل علاج لسحر تشويه الجمال. أسأل الله عز وجل أن ينفع به كل من استخدمه، وأن يجعله في ميزان حسنات كل من قام بنشره. فشاركه لغيرك فالدال على الخير كفاعله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بالمناسبة، لو عندك أي برنامج بيقضي على سحر تشويه الجمال واستخدمته، أو كنت بتعاني من السحر ده، اكتب لنا في التعليقات وهرد عليك. شاركها لغيرك فالدال على الخير كفاعله. دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.